لاحظوا معنا، يا سلام يا سلام، هذه اللعبة بدون انترنت شيء لا أصدقه، على أن هذه اللعبة بدون انترنت. واو، صراحة شيء رائع جدا، حماس حماس حماس. السلام عليكم، ما سنقدمه لكم اليوم حبيب لا، صراحة أنا شخصيا لا أصدق بعد أنني قمت بتشغيل هذا الشيء على هاتفي وبدون إنترنت. نعم حبيب الله، تخيلوا معنا، معنا اليوم تشغيل لعبة كابتن تسوباسا، نسخة البي سي ونسخة البلاي ستيشن على ما أعتقد والنينتيندو رسميا، على هواتف الأندرويد بحجم كبير بالطبع، وأيضا بدون إنترنت. النسخة الأصلية ستشاهدونها في الجيم بلاي حبيب الله. إذا كنتم تريدون شرح هذا المحاكي سأنزله في قناتي الثانية، لن أنزله هنا حبيب الله لأنه من أجل تفادي المخالفات سأنزله في قناتي الثانية. هنا سنستعرض لكم الآن الجيم بلاي وجودة المحاكي وأيضا تشغيل هذا الشيء الرهيب على أجهزتنا الأندرويد، صراحة أعظم شيء وأفضل شيء سيحدث على هواتف الأندرويد. سنستعرض لكم اللعبة بدون إنترنت، هو المميز، بدون انترنت تلعب في اي مكان بدون لاج، شيء رائع جدا معنا اليوم حبيب لا، فيلا بينا لهذا الشيء الخرافي. ما لنا حبيب لا، كنت انا اقوم بقطع الفيديو، فقبل ما نستعرض لكم هذا الشيء الخرافي لا تنسى الصلاة على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ويلا بينا. فكما تلاحظون معنا أحبيبي في الله، هذا هو الشيء الرائع. سأريكم قبل كل شيء سأريكم الآن أحبيبي في الله، لاحظوا معنا، يعني أنا قمت بإطفاء الواي فاي وحتى الإنترنت، يعني لا أشغل لا واي فاي ولا إنترنت، فقط التسجيل هنا وهذا الشيء أيضا يعني بدون إنترنت. وانظروا معنا ماذا سنجرب لكم، وشاهدوا معنا السلاسة حبيب الله. صراحة لا أعرف، فبالطبع على ما أعتقد المحاكي سيحتاج إلى أجهزة قوية بالطبع، لأنه حبيب الله يعني يشغل لك هذه اللعبة. بالمناسبة اللعبة حجمها 12 جيجا، نعم صديقي، فبالطبع ستحتاج إلى جهاز قوي للأسف. اللعبة بحجم، نعم سنقوم بعمل سكيب. والله ما أعجبني صراحة السلاسة التي تشتغل بها هذه اللعبة، وكأنني ألعب في بلاي ستيشن أو كأنني ألعب في بي سي، يعني شيء رائع جدا، شيء خيالي يا حبيب الله، شيء ولا في الأحلام صراحة. عندما شغلت هذه اللعبة يعني أنا قلت في نفسي هذا المحاكي يعني نزل يعني على ما أعتقد شهور وشهور، ولكن قلت لماذا لا أجربه، ولماذا لا أجرب لعبة كابتن تسوباسا عليه، يعني كابتن ماجد، فقلت مع نفسي أجربها عليه هل ستشتغل، وشغلتها واشتغلت معي بهذه الجودة لهذا السبب حبيب الله. نعم ماذا هناك، على العموم هيا نضغط على ستارت تخطي هذا الشكل. الآن انظروا معنا، واو واو، لاحظوا معنا إلى إمكانية اللاعب، هيا على بركة الله شاهدوا معنا، شاهدوا معنا، واو واو، على هذه السلاسة يا سلام، انظروا معنا. نعم هناك بعض التعليمات على ما أعتقد، نعم ما كفى من التعليمات. أوه فكما تشاهدون معنا، نعم عفوا سأقوم ب عفوا حبيب لا، المشكلة أنه في زر الار، نعم هيا يتحكم. أوه على هذا الشكل يجب علينا أن نقوم بعمل تعليمات كما يروننا حبيب لا، يعني على هذا الشكل، هيا نضغط على بي على هذا الشكل أيضا هنا، واو واو قوي جدا هذا الشخص، لاحظوا معنا. دريبل دي بول او هاكوبو، يا ساكو دايركت دي باس، كاراتا دي
وماذا فعلنا؟ ونحن فعلناه من جديد. الآن يرون كيفية التسجيل. نعم، على هذا الشكل يمكننا التسجيل. مهلا يا صور. نعم عندنا. صراحة يجب علي أن أعتاد على التحكم. لماذا؟ لأنه صراحة صعب جدا. ليس صعب، بل أنا فقط أول مرة، لهذا السبب لم أعتاد عليه. فعلى العموم، واو، لاحظوا معنا. يا سلام، بوم. هل هذه اللعبة بدون انترنت على جهازنا الاندرويد؟ واو، شيء ولا رأى، شيء ولا في الأحلام حبيب الله. واو واو، والمش مميز بدون انترنت وعلى هذا الجرافيكس، حقا محاكي عملاق، أفضل محاكي سأجربه في حياتي كلها لأجهزة الاندرويد. لاحظوا معنا الآن اللعبة كاملة، يعني كما قلت لكم بحجم 12 جيجا. نعم، فكما تشاهدون الآن هنا نختار مثلا، هناك واو 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 واو، المميز بطولات حبيب الله، سينجل ماتش، بيلانتي ماتش، تشامبيونشيب حبيب الله، يعني مثلا كأس الأبطال، يعني على هذا الشكل. نحن سنضغط على سينجل ماتش، سينجل بلاير، بالطبع سينجل بلاير. هناك حتى الميلتي بلاير. واو، هذه اللعبة، واو واو واو. هل هناك المغرب؟ لا لا، للأسف هناك ثلاث منتخبات. سنختار مثلا الأوروغواي، اليابان. نختار اليابان مثلا، ننافس ضد مثلا أوروغواي على هذا الشكل. ونستعرض لكم بعض من الجيم بلاي. لاحظوا معنا الأطقم. واو، هذه يا أصدقائي شيء يجب علينا صراحة أن نحتفل به، أنه شغلنا هذه اللعبة. ماذا سنضغط؟ نعم، على هذا الشكل. لاحظوا معنا هنا التشكيلة والكثير من الأشياء. ستارت ماتش. نعم يس، نحن نريد أن نستعرض لكم جيم بلاي. نعم، فكما تشاهدون معنا حبيب الله، واو واو، تخيلوا معي أن هذه اللعبة على جهازنا الأندرويد بدون انترنت، بهذا الجرافيكس، بسلاسة، بدون لاج، شيء ولا في الخيال صراحة. انظروا معنا إلى هذه السلاسة، لاحظوا معنا إلى الملعب كامل بجماهيره بكل شيء. كابتن تسوباسا حبيب الله، أو كابتن ماجد، على بركة الله. سنستعرض لكم الآن بعض من الجيم بلاي. هيا بنا حبيب الله نتقدم. واو واو واو، على هذا الشكل. هذه المباراة ستكون صعبة، لأن في الأول كانت هناك مباراة تعليمية فقط. واو واو واو، لاحظوا معنا، يا سلام يا سلام، هذه اللعبة بدون انترنت، شيء لا أصدقه على أن هذه اللعبة بدون انترنت. واو، صراحة شيء رائع جدا. حماس 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 أصدقائي، حماس أصدقائي. نعم، هيا 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 هيا، ازلق علي، ازلق علي يا كابتن ماجد. على العموم، أين أنت؟ كيف يمكننا تسمية اللاعب؟ أنا ما أعتقد. ها هو يفعل معنا نفس الشيء. تحياتي أيها الحارس، أنت بطل. نعم، على هذا الشكل. هيا أيها العملاق. واو، فعلها فعلها فعلها. واو، سيفعله من جديد وسيسجل علينا هدف. واو واو واو، شيء رائع جدا. هيا يا صديقي، هيا يا صديقي، على هذا الشكل. واو، حركات رهيبة جدا على هذا الشكل. أحسنت يا صديق، أحسنت. ما دفع علينا صراحة.
أوه أحسنت أيها الحارس، أحسنت أيها الحارس على هذا الشكل. نعم واو على هذه الضربة. نعم ماذا سيفعل الآن؟ واو 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 هيا 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 انطلقوا وزرار التحكم. على العموم حبيب لا أتمنى صراحة أن يكون هذا المقطع قد نال إعجابكم، فإذا أعجبكم لا تنسوا الضغط على الزر لايك والاشتراك، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.